جوز؟ لو يا اختي لسه في حل الكلام ده؟ اهو ده اللي حصل يا ام صنعه. الوليه حربوقه فضلت تتحنجله في الروحه والجايه لحد ما خدها في ايده وراح للمأذون، ودلوقتي بيكتبوا الكتاب. يا خرابي، رجاله يا اختي مالهاش امان. بس انت عرفتي منين يا ام عاصم؟ الواد جعوره الله يبارك له اتصل بيا وبلغني، اصله خد اللي يشك في نظره عطيه والجدع اللي شغال في المعرض عند سناء وراحوا يشهدوا على العقد. شفتي الراجل وقلت اصله؟ الراجل الخاين تهون عليه العشره. ربنا يسوقك يا سناء يا رب، تشوفيني صرفه مع ابوكي. والنبي يا اختي ما تعملي في نفسك كده، مفيش حد يستاهل يا ام عاصم. ربنا يا رب على المفتري يا رب. يا ملت بختك يا كريمه، يا ملت بختك يا كريمه. حاجه تانيه يا فندم؟ لو ممكن. معقول كده؟ أحلى أرض. حاجة تانية يا فندم؟ شرفتنا. كنت عايز أعمل كشير. نسيت يا فندم. تمام يا دكتور أحمد. شايف بيا كويس؟ الحمد لله. طيب. بقى لي مدة أصلا نايم زغللة. طيب. أجارة جورنال كتاب. طبيعي يا حاج طلق، طبيعي. شفت بيها كويس؟ الحمد لله. طيب. على البركة. عايز حاجة للكرش؟ على البركة. اديك حاجة للكرش. عندي حاجة أعشاب كويسة أوي. يا ريت. ماشي؟ طبيعي؟ ماشي. كيميا؟ لا لا خالص. زي الفل. تاخد كيسين ثلاث مرات في اليوم. ماشي؟ على الريق ولا؟ لا لا مفيش مشكلة خالص، في أي وقت. طيب ماشي 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 ماشي. طيب ماشي. ماشي حاجة طلع نورتنا. كام الكشاف؟ حتى عندك كشاف بقى. ماشي نورتنا حاجة طلع. السلام عليكم. شكرا جدا. لا بقى يا أم سعيد، أنت أحلى حاجة حصلت لي في حياتي. أنا عارف إيه اللي طصني في عينيا واتجوزت الاتنين اللي قبلك. التالتة تابتة يا شرشوبي. يا ولية يا شرشوبي، دلعيني بشرشوبي، شوفي لي اسمي عادي. يا أخويا ما أنا بحتاس في اسمك شرشوبي. أقول لك إيه؟ يا شرشر ولا يا قومي؟ يا ولية ما نسمع عمر، دلعي عمر. فاتتني ديس يا عمر. أنا بنت اللي جنني وإحنا بنكتب الكتاب. أم سعيد يبقى اسمها نهاد، المعلمة نهاد. ودي فيها إيه بقى؟ زي الناس يا أخويا، ما كل الناس. هي مين دي اللي معلمة يا شرشابي؟ وما عادها لي على مكتبك؟ أنت خدت يا راجل على قبر. ومال ذوقك بقى عفش كده؟ اخرتها بترمرم وتشال اسمك لنسوان الشارع؟ مين دي يا سي عمر؟ انا وليا؟ ها ده انا هوريك اللي عمرك ما شفتيه. يا ولولو يا ولولو ده انا هوريك. كريمة عمر هو اللي هياخدي حقي. كريمة انت طالق. اتطلقت من النبي يا وليه، سيبيلها راجعة. اتطلقني؟ ايه؟ اتطلقني يا شرشابي عشان بوز الاخص دي؟ بس يا وليه ما تعمليش فيها من الاخص، اطلعي بره.